كعادتها في ربيعها وتزهر بضيوفها الذين حضروا بأعداد هائلة ليشاركوا في احتفال مهرجان الربيع الذي نظمته إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية في ينبع الصناعية. مهرجان الربيع يقام لهذا العام في الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية ولله الحمد، حيث يقع الهيئة الملكية المسؤولية الاجتماعية تجاه سكانها وتجاه قاطنيها. تقام هذه الفعالية في الواجهة البحرية، هذه المنطقة الجميلة من شواطئ البحر الأحمر، حيث زوارنا ولله الحمد يحظون برعاية واهتمام وبمتابعة مباشرة أيضا من جميع الجهات والقطاعات بالهيئة الملكية بينبع، قطاع الخدمات العامة وإدارة الخدمات الاجتماعية مع شركاء ينفذ هذا المهرجان، حيث يحتوي على العديد من الفعاليات والأنشطة. هناك موقع خاص بالنشاط الثقافي تقام عليه الفعاليات الثقافية، الأمسيات الإنشادية، مهرجان الطفل. أيضا الهيئة الملكية تحرص على استقطاب الأسر المنتجة، أسر المنتجة من داخل مدينة ينبع ومن خارجها من الرياض ومن مكة ومن الطائف، تقدم لهم هذه الأماكن لكي تكون عون ودعم لهم ولله الحمد، بالإضافة إلى المصانع الموجودة في مدينة ينبع الصناعية. مصنع السجاد يشارك معنا لهذا العام في هذا المهرجان، أيضا المحلات التجارية التي تساهم بشكل كبير لخدمة زوار قاطني المعرض ولله الحمد والمنة. هذا العام حضور لا نظير له، يتجاوز في هذا اليوم 85,000 زائر، وهذه نعمة كبيرة يحظى بها كل من يزور مدينة ينبع الصناعية والهيئة الملكية بينبع. وشهد مهرجان الربيع إقبال عدد كبير من الزوار، حيث وصل عدد متوسط الزائرين إلى 80,000 زائر بسبب تنوع الفعاليات من مسارح وألعاب خفة وفلكلور شعبي وقسم خاص بالنساء، حيث دعمت الهيئة الملكية الأسر المنتجة وأعطتهم مساحات كبيرة لعرض منتجاتهم. أنا أحد أفراد الأسر المنتجة من السعودية. نشكر الجهود اللي قدموها لنا في مهرجان الربيع، كانت إبداع كثير من الحرفيات السعوديات، أعمال يدوية من تصميم، من إبداع، من عطور، من إكسسوار، من جميع المشاركين هنا في مهرجان الربيع بالذات. فإن شاء الله نكون عند حسن ظنهم، قدمنا لهم أعمال تحوز على رضاهم، بالذات إحنا نركز على الخامات، خاماتنا جدا جيدة غير اللي نستوردها من برا، إحنا بأيدينا نصنع خاماتنا جيدة، فصار علينا إقبال كبير والحمد لله. وقد انبهر الحضور بالتنظيم والخدمات المتميزة، عوضا عن وجود العديد من الجهات المشاركة في المهرجان. تتولى اللجنة المنظمة الإشراف والتنظيم على الفعاليات المصاحبة لمهرجان الربيع، حقيقة تخللها العديد من الأنشطة كالألعاب النارية، هناك مناطق ملاهي للأطفال، فرق إنشادية، منطقة تسوق، في وحقيقة منطقة مبيعات وخدمات مساندة. البرنامج يبدأ يوميا من الساعة 5 عصرا إلى 11:30 ليلا. البحر الصافي والجو العليل والقلوب الجميلة المبتسمة في وجوه الزائرين، والتي ترحب بهم بقولها ابتسم فأنت في ينبع. لصباح الثقافية نور سلامة.